بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بجميع المتابعين من الحاصلين على أو المتحصلين على شهادة البكالوريا، ومن ولجميع متابعينا على المباشر في الأبواب المفتوحة على المدرسة العليا للتجارة. أولا نقدم التهاني للحاصلين على شهادة البكالوريا، ألف ألف مبروك لكم على حصولكم على شهادة البكالوريا، ونتمنى لكم التوفيق في متابعة ومواصلة دراساتكم الجامعية. هذه الأبواب المفتوحة التي نقدمها هي تمثل تقديما للمدرسة العليا للتجارة، وفتح آفاق لهؤلاء المتحصلين، أو لكم أنتم المتحصلين على شهادة البكالوريا، فتح آفاق لكم أو فتح نافذة على المدرسة العليا للتجارة. ماذا تمثل هذه المدرسة العليا للتجارة؟ ماذا تكون؟ وماذا يمكنها أن تمنحكم من فرص في المستقبل؟ المدرسة العليا للتجارة أو بزنس سكول ليكول سوبيريور دو كوميرس، دونك كما يدلي عليها اسمها، تمنح تكوينا في العلوم التجارية والمالية وعلوم التسيير، تكون إطارات متخصصين في المالية، في المحاسبة، في التسيير، وفي ما نقولوش العلوم التجارية، نقولوا في التسويق بالضبط. كل هذه التخصصات اللي تحدثت عليها كلها هي تخصصات ضرورية ضرورية، ولا نقدر نقول عليها تخصصات حياتية في المؤسسة. كل مؤسسة يجب أن يكون فيها من هو متخصص في المالية وفي المحاسبة وفي التسيير وفي التسويق. إذن كل، سواء كانت مؤسسات وطنية أو مؤسسات أجنبية أو مؤسسات نقول متعددة الجنسيات، أو أيضا حتى نقول ما حتى التكوين الذي تمنحه المدرسة يمكن المتخرج منها أيضا أن يكون مؤسسته الخاصة. كل هذا سوف نتطرق إليه أنا وزميلي الأستاذ خالد الزاوي، رئيس قسم الأقسام التحضيرية، وأنا الأستاذة عائشة حمادوش رئيس قسم التسيير. سوف نقوم بتقديم للمدرسة العليا للتجارة وماذا تكون، بالإضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة اللي ممكن يطرحها تلامذتنا وطلبتنا المستقبلين إن شاء الله، وكل طلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا سوف نقوم بالإجابة على أسئلتهم وفضولهم حول مدرستنا. أستاذ عزاوي، إذا كان لديك كلمة قبل ما نبدأ في التقديم. شكرا أستاذة، بارك الله فيك على المقدمة وعلى شرح الهدف من تنظيم هذه الأبواب المفتوحة. أضيف فقط أستاذة أن ألفت انتباه الطلبة أن الأبواب المفتوحة مبرمجة كذلك على مستوى القطب، على مستوى المدرسة في القليعة. هناك مجموعة من الزملاء إداريين الأساتذة يشاركون دونك في هذه الأبواب المفتوحة حضوريا على مستوى المدرسة العليا للتجارة في القطب الجامعي بالقليعة، بالإضافة إلى الأبواب المفتوحة المبرمجة حضوريا. ها نحن اليوم في اليوم الرابع من الأبواب المفتوحة عن بعد، كما تفضلت الأستاذة حمادوش مشكورة. الهدف هو تعريف المدرسة، شروط التحاق الطلبة بالمدرسة، التخصصات وعروض التكوين التي تقترحها المدرسة، بالإضافة إلى الإجابة على مختلف الأسئلة وتفصيل النقاط التي تتطلب ربما شرح أو فيها بعض الغموض بالنسبة للطلبة الجدد. نحن هنا خلال مدة ساعتين يمكنكم طرح الأسئلة سواء بالمشاركة معنا عبر الميت
هناك رابط على صفحة فيسبوك المدرسة، كما يمكنكم إرسال الأسئلة في شكل تعليقات على صفحة الفيسبوك، وسنقوم بإذن الله بالإجابة على كل الأسئلة. أستاذة، في البداية نظن نتيح الكلمة للطالب عبد الحميد. بالضبط، نعم عبد الحميد تفضل. زيد فضلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مش طالب، أنا ولي طالبة، يعني راح إن شاء الله تحصلت على البكالوريا السنة هذه. مرحبا بك. الله يسلمك. وعندها بعض الاستفسارات، يعني راهي كما يقولوا مترددة، لأنه سمعت كثير أنه التدريس راح يكون باللغة الفرنسية. ايه هي يعني كما يقولوا الي جوست موايان اون فرونسي، دونك حلو. باش كتابيا ولا باش تقرا ولا تكتب يعني ما عندهاش مشكل، ايه مي باش تتكلم الفرنسية عندها ممكن إشكال يعني. حلو. ولما سألت سألت كثير، قالوا لها التدريس راح يكون باللغة الفرنسية، يعني راهي مترددة متخوفة كما يقولوا، حبينا نحيوا اللبس هذا يعني. شكرا السيد عبد الحميد، الله مرحبا يسلمك. بك مرة أخرى، ونبارك لك، لأنه الأولياء هم اللي الفرحة تاعهم تكون، ربما التلاميذ يفرحوا ولكن الأولياء هم يفرحوا أكثر. ألف ألف مبروك، إن شاء الله ربي يفرحك بها إن شاء وتخرج الله لك يبارك إطار فيك. عالي، إن شاء الله ربي يفرحكم جميعا بها. إن بالنسبة شاء الله. للتعليم، هو فعلا التعليم هو باللغة الفرنسية، لكن لازم تعرف بنتنا هذه واسمها ناريمان هيك قاعدة قدامي يسمع. يا نريمان، مبروك عليك. لازم تعرفي باللي انت من المدرسة الجزائرية، والعام تاع المدرسة الجزائرية انه جميعهم يدرسوا باللغة العربية. ها، ربما هناك فئة اللي طوروا اللغة الفرنسية لديهم، ولكن العام لدينا هي انه كل المدرسة درست باللغة العربية. ولازم تعرفي يا ناريمان أنه هذا الأساتذة اللي راهم يدرسوك هم يدرسوك هم جزائريين ليس أجنبيين. وإحنا الهدف تاعنا، حتى وإن كان التعليم باللغة الفرنسية، الهدف تاعنا هو التكوين الجيد، هو التكوين الجيد. وتأكدي أنه إذا كان هناك لبس ما كان حتى مشكل، لأنه سنتين التحضيريتين هما سنتين اللي نمدوا فيهم المواد الأساسية اللي هي تحليل رياضي، جبر، لربما هذه اللي تدرس باللغة الفرنسية، ولكن فيه اقتصاد يدرس باللغة العربية، فيه اقتصاد جزئي يدرس باللغة العربية، ولكن الرياضيات يمكنك المتابعة. ولدينا الحمد لله أساتذة أكفاء جدا في الرياضيات، اللي يسمحوا اللي يفهموا من تعبير الطالب أنه إذا هذا الطالب ما راهوش فاهم باللغة الفرنسية يفهموه باللغة العربية. وربما سوف هذه التدرج في اللغة الفرنسية سوف في التعلم باللغة الفرنسية يا ناريمان سوف يكسبك، يعطيك اكتساب اللغة ثانية، حتى وإن راك هنا متوسطة فيها، ولكن سوف تكتسبينها تدريجيا. سوف كما يقول لك، اللي يتعلم لغة راهو اكتسب، يسموها اكتساب، نتعلم لغة هو اكتساب مهارة تمكنه في الحصول على منصب عمل، ربما غدوة تحبي تروحي تكملي دراستك في دولة أجنبية، ربما تكون اللغة الفرنسية مكسب في هذاك الوقت. قولي الحمد لله أني تعلمتها. إذا نطمنك يا نريمان، مرحبا بك عندنا في المدرسة العليا للتجارة، تعليم باللغة الفرنسية. نحن لا نكون دي ليسونسيون فرونسي، لا لا، ماشي ليسانس في الفرنسية، وإنما ليسانس في العلوم التجارية، معذرة، ماستر في العلوم التجارية والتسيير والمالية والمحاسبة، هذا هو التكوين لدينا. إذا لا تجعلي اللغة تكون حاصرة أمامك، ما تجعليش هو يكون حاجز يمنعك أنك تعملي أي شيء هو في خاطرك. أستاذ أستاذة، حسن ما عنده نعم كلمة يقول. بارك الله فيك أستاذة. حقيقة أنا أطمئن الطالبة ناريما،
التدريس اللغات يكون بطريقة تدريجية، بمعنى أنه في الطور التحضيري هناك مقاييس باللغة الفرنسية، وهذه المقاييس أغلبها هي مقاييس تقنية. يعني كي نقول لك مقاييس باللغة الفرنسية يكون فيها مقاييس رياضيات، تحليل وجبر، احتمالات، ربما بعض المقاييس التقنية تكون باللغة الفرنسية، وهناك مقاييس أخرى باللغة العربية. ولكن خلال الطور التحضيري هناك مقياس لغة فرنسية، هذا المقياس هو مخصص للطلبة لتحسين مستوى في اللغة، خاصة من ناحية لا كومينيكاسيون، عندها التكلم وباش يكون مرتاح في طريقة اكتساب اللغة. كاين مقياسين، كاين مقياس اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. يعني خلال مرحلة التكوين التحضيري راه كاين المقاييس باللغة العربية وباللغة الفرنسية، لأنه حيكون تدريجيا، يعني إدماج المقاييس اللغة الفرنسية يكون بالتدريج. كي تلتحق في طور الماستر ثم تكون أغلبية المقاييس باللغة الفرنسية والإنجليزية، هناك كذلك مقاييس التخصص في بعض التخصصات باللغة الإنجليزية. يعني ناريما حتى تكون مطمئنة، كل الطلبة، كي نقول كل نقدر نقول لك يعني الغالبية الكبرى، نسبة كبيرة من الطلبة كي يلتحقوا في العام الأول ما يكونوش يتحكموا في اللغات، لكن في السنة الخامسة، معناتها بعد 5 سنوات من التكوين، أغلب الطلبة يناقشوا مذكرة نهاية الدراسة باللغة الفرنسية، وهناك حتى اللغة الإنجليزية. بمعنى أنه بعد 5 سنوات من التكوين ناريمان، يعني بطريقة آلية حتسيبي روحك بإذن الله إن شاء الله، تسيبي روحك تتحكمين في 3 لغات. أكيد تتحكمي في اللغة الوطنية هي اللغة العربية، يكون عندك كل المكتسبات والمفردات، ويكون عندك الإمكانية أنك تتحكمي في كل ما هو يتعلق بميدان التكوين تاعنا في العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، وتكون كذلك تتحكمي في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بإذن الله. بمعنى بالعكس، هذا ليس عائق، وإنما هذه فرصة لاكتساب والتمكن من اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وهناك كذلك أستاذ، نذكر الاتفاقية الممضت مؤخرا، سيتم إنشاء مركز مكثف لتعليم اللغات على مستوى المدرسة العليا للتجارة. اللغة اللي رانا حابين يعني نطوروها، وماذا بنا طلبة المدرسة العليا للتجارة يتحكموا فيها أكثر، هي اللغة الإنجليزية. لهذا أمضينا اتفاقية لتكوين الطلبة في اللغة الإنجليزية على مستوى المدرسة العليا للتجارة، مع مدرسة خاصة لها باع طويل في هذا الميدان، في اللغات. حتكون فرصة لطلبتنا للتحكم في اللغة الإنجليزية بالإضافة للفرنسية اللي هي لغة التدريس، ولكن يكون قلت تدريجيا، دونك بإذن الله ماهوش عائق، ماهوش مشكل اللغة بالنسبة للطلبة. شكرا استاذ خالد. راهو استاذ عزاوي راهو اعطى تفصيل اكثر، وده حبيت السيد عبد الحميد بامكانك التدخل مره اخرى، انت او ناريمان. نعم، بارك الله فيكم أستاذة وأستاذ خالد، يعني كان الشرح مفصل وإن شاء الله راهي فاهمت، راهي قاعدة قدامي. عندي سؤال آخر بس، إذا كان ممكن فيما يخص، لأنه في الطور التحضيري في القطب الجامعي، يعني إذا كان ما صحت لهاش المدرسة العليا للتجارة هذه اللي رانا فيها، وتكون مدرسة أخرى يعني تاع الاقتصاد التطبيقي ولا الإحصاء الرقمي، ولا يعني كلهم يقراوا نفس السنتين، يعني التحضيرين يقراوا تقريبا نفس الشيء. ماشي وسمعت أنه تقريبا، هي ليس نعم تقريبا، وإنما السنتين التحضيريتين هي موحدة لجميع المدارس العليا هذه المتخصصة في التجارة والتسيير والاقتصاد. دونك هذه، عددها 8 يعني. تفضل أستاذ. هما عدد المدارس العليا في هذا الميدان كاين 8 على مستوى ثمانية. الوطن، 4 في القليعة، كاينة واحدة في وهران، واحدة في تلمسان، عنابة وقسنطينة. في الطور التحضيري عندهم نفس البرنامج، لأن البرنامج دامته الوزارة في المدارس العليا. بعد الطور التحضيري ثم كل مدرسة فيها التخصصات الخاصة بها. وهذا راح معناتها يكون بعد التخصص، يكون بعد امتحان ولا يديو لي ماجور دبلومو ولا لاحظ، لا؟ شوف معايا انه هو التكوين يكون سنتين تحضيريتين، دو زاني نعم بريباراتوار كما قال الاستاذ خالد، انه السنتين تحضيريتين عندهم نفس البرنامج المسطر من طرف الوزاره على مستوى 8 مدارس.
كنا في السابق، ولا خلينا كنا في السابق انه بعد انتهاء بعد النجاح في السنتين التحضيريتين هناك مسابقة وطنية أين يتم فيها ترتيب المتحصلين الناجحين في المسابقة، ويكون هناك اختيار بالنسبة للناجحين في اختيار المدرسة. ولكن ابتداء من هذه السنة سوف يكون هناك ترتيب بعد الحصول على النجاح في السنتين، هناك ترتيب للطلبة 70% على عندهم الحق، 70% الأوائل عندهم الحق في البقاء في المدرسة اللي راهم يدرسوا فيها، نعم 30% هما يجتازون مسابقة، كل مدرسة يدير المسابقة ديالها، دير امتحان الدخول إليها. هذيك 30% هما 30% المتبقين من 70%، حتى 70% هذوك يقدروا يخيروا مدرسة مختلفة، ولكن باش ينتقلوا إليها لازم ينجحوا في المسابقة. ربما الأستاذ خالد عزاوي لأنه بصفته رئيس الأقسام التحضيرية ربما يعطي تفسير أكثر. تفضل أستاذ. صحيح أستاذة، هذا هو القانون الجديد. يعني يرتب الطلبة وفقا للمعدلات، يعني الطلبة الأوائل كي نقولوا بون، هي النسبة تتغير من سنة لأخرى، 70 تقدر تكون أكثر أو أقل، الوزارة تحددها كل سنة. لو نفرض عندنا 100 طالب، 70 الأوائل عندهم الحق ينتقلوا بطريقة آلية للأولى ماستر، يعني لطور الماستر بدون مسابقة. المتبقيين 30 اللي ما يكونوش اللي يكون ترتيب تاعهم في الأخير، هذوك يشاركوا في مسابقة مع الطلبة الخارجيين للحصول على مقعد على مستوى المدرسة العليا للتجارة. المدرسة العليا للتجارة بون، أنا صحيح راني نقول كاين 8 مدارس عندها نفس البرنامج، لكن المدرسة الأولى وطنيا من حيث المعدل، يعني كل سنة هي المدرسة العليا للتجارة. لماذا المدرسة العليا للتجارة هي الأولى من ناحية المعدل، وهي المطلوبة بكثرة من طرف الطلبة تحصيل البكالوريا؟ لأنها هي أقدم مدرسة في هذا الميدان. المدرسة العليا للتجارة عندها أكثر من 120 سنة في التكوين، تم إنشاؤها في سنة 1900. كذلك السمعة الطيبة للمدرسة، خريجي المدرسة مطلوبين في سوق العمل، الهيئة التدريسية دونك أساتذة المدرسة، أساتذة ذو كفاءة وخبرة عالية وطويلة في التكوين، لهذا يكون الطالب دائما مرتفع على المدرسة العليا للتجارة، وخلاها تكون دائما في المرتبة الأولى. هذا هو الجديد فيما يخص المسابقة، وفيما يخص الانتقال لطور الماستر. أتمنى سيد عبد الحميد أن الإجابة تاعنا كانت واضحة. بارك الله فيك، واضحة، يعطيكم الصحة، بارك الله نضيف فيك. فقط، فسيد عبد الحميد مثلا اذا نريمان سجلت في ما تحت لهاش اتيحت لهاش الفرصه انها تسجل بالمدرسه العليا للتجاره، ودرست وسجلت باي مدرسه اخرى، ثم بعد سنتين حبت تلتحق بالمدرسه العليا للتجاره حتى وان كانت مرتبه في 70% على مستوى تلك المدرسه، يمكنها لها ان الحق في المسابقة. تشاركها في المسابقه، أو ماشي مسابقة هو امتحان الدخول حتى تنظموا المدرسة للانتقال إلى المدرسة العليا للتجارة. شحال عندها المعدل نبي من؟ عندها 15.08 وش المعدل، مشروع؟ تسير اقتصاد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هي تكون معنا يا رب، إن شاء الله إن شاء إن الله شاء إن شاء الله الله نتمنى لها النجاح، إن شاء الله تكون معنا إن شاء الله يا رب إن شاء إن شاء الله. الله يا رب. يعني في كل المواد الحمد لله عندها تحصلت على نقاط يعني لا بأس بها، ممتازة. في المحاسبة عندها 19، في الاقتصاد 18، في ما شاء الله الرياضيات 14، يعني ما شاء الله ما هي شاء الله. حتى في الفرنسية اللي راهي متخوفة منها وتحصلت على 12. ايه على بس يعني ما شاء الله، يسمى النقاط تاعها متوازنة. هو الشروط للمشاركة في للتسجيل الأولي هي المعدل العام لابد أن يكون أكبر من 12، ونقطة الرياضيات كذلك لابد أن تفوق 12 من 20. والشعب اللي عندها الحق في التسجيل هي شعبة سير اقتصاد، شعبة العلوم التجريبية، والتقنية الرياضي. هذه 3 شعب عندهم الحق في التسجيل إذا كان المعدل العام أكبر من 12، ونقطة الرياضيات كذلك لابد أن تفوق 12، هذا الشرط في للتسجيل. ثم يعني المعدل الأدنى للقبول يحدد
لاحقا بعد يعني بعد مقارنة عدد المقاعد البيداغوجية بطلبات، يعني هي المعدل الأدنى للقبول يخضع لقانون العرض والطلب. احنا طالب العرض عندنا عدد مناصب بيداغوجية محدود، والطلب هو الطلب تاع المتحصلين على شهادة البكالوريا. يعني المعدل الأدنى للقبول يختلف من سنة لأخرى، ممكن يرتفع ممكن ينخفض حسب الطلب على المدرسة. إن شاء الله تكون معكم إن شاء الله. إن شاء إن الله. شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم، يعطيكم الساعة أساتذة. يعطيك وفيكم الساعة. بارك الله، بارك الله فيكم أيضا على المشاركة، ونحن هنا في الخدمة لأي تساؤل كان. شكرا جزيلا، ربي يحفظكم. عفوا، شكرا. أستاذ عزاوي، ربما معنا مشارك آخر. شادونا أسوم. إذا كان المشارك يشغل الصوت الميكروفون ويتفضل. مرحبا به. مرحبا بك يا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متحصلة على شهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية بمعدل 15.55. أريد أن أعرف معدل القبول في هذه المدرسة وشكرا. ألف ألف مبروك. واسمك يا اسمك اسمك أعطينا اسمك فقط. زهرة. زهرة. يا زهرة، معك الأستاذة عائشة حمدوش من المدرسة العليا للتجارة قسم التسيير، ومعك الأستاذ خالد الزاوي رئيس قسم الأقسام التحضيرية أيضا بالمدرسة العليا للتجارة. نرحب بك يا زهرة، شكرا. ونبارك لك تحصلك على شهادة البكالوريا. ألف ألف مبروك. شكرا أستاذ. العفو، ربي يبارك فيك. يسلمك. إذا الشرط الأساسي هو أنك تحصلي على، هو الحصول على معدل عام 12 في البكالوريا زائد 12 في الرياضيات. إذا هذا شرط أساسي لإمكانية المشاركة أو لإمكانية اختيار المدرسة في قائمة الاختيارات. طبعا الشرط الآخر هو التوافق بين عدد المناصب البيداغوجية أو المقاعد، معذرة، عدد المقاعد البيداغوجية وعدد الطلبات الموجودة على المدرسة العليا للتجارة. مثلا إذا كان هناك 100 طالب والطلب توقف في 14.50، معناتها كل الذين لديهم 14.50 معدل لديهم الحق في البكالوريا. إذا توقف عند 15 معناتها اللي لديه 15 فما فوق هو الذي لديه الحق في الالتحاق بالمدرسة. طبعا احنا لا يمكننا معرفة هذا المعدل الأدنى إلا بعد 3 أوت، بعد ما يتم ثم تقوموا بالاختيارات، ثم الوزارة تحدد القائمة باش نعرفوا هذا المعدل. ولكن باش تشاركي الآن أنت على حسب المعدل ديالك، إذا كان عندك في الرياضيات أكثر من 12 فالمدرسة العليا للتجارة هي في قائمة اختياراتك. نعم، متحصلة على علامة 20 في الرياضيات. ما شاء الله ما شاء الله، لا يبارك. ماذا بينا تكوني معنا يا زهرة؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. وش ونظام حبيت التدريس، تفضلي؟ أريد أن أعرف نظام التدريس فيه. ماذا تقصدين بنظام التدريس؟ سمعت باللي عامين الأولين تحضيرية فقط. نعم، نسميها أقسام تحضيرية، ليس نسميها أقسام تحضيرية، لأنه احنا هذه المدارس العليا تصدر شهادة الماستر مباشرة. ها، تصدر شهادة الماستر مباشرة. صح، كيف ذلك؟ أول ما الطالب يتحصل، أنت تحصلتي على شهادة البكالوريا وجيتي عندنا للمدرسة العليا للتجارة، سوف تدرسين سنتين تحضيريتين. هذه السنتين تتلقين فيها المواد الأساسية في التكوين بصفة عامة، المواد الأساسية اللي هذه تعطيك، تقوي لك المنطق لديك، تقوي لك المعارف في الاقتصاد، تقوي لك المعارف في اللغات إلى غير ذلك. دونك هذه السنتين التحضيريتين تدرسين فيها، على سبيل المثال ليس الحصر، تدرسين فيها تحليل رياضي
جبر خطي، تدرسين اللغة الفرنسية، لغة إنجليزية، اقتصاد عام، تدرسين فيها اقتصاد جزئي. إذن هي بعض المواد الأساسية اللي تدخل في تكوين الطالب بصفة عامة. هكذا بعد ما تدرسي سنتين وتنجحين في السنتين، سوف يتم الانتقال إلى نظام الماستر مباشرة. هذا نسميه الطور الأول، بخفة نسميه التحضيري، نسميه الطور الأول. الطور الثاني اللي هو الماستر يتم الانتقال فيه. كيف ذلك؟ لما تدرسين سنتين سوف يتم ترتيب الناجحين في السنتين، طبعا ترتيب على حسب معدلات النجاح، 70% الأوائل لهذه السنة اللي راهي مقبلة إن شاء الله 2022-2023، 70% الأوائل لديهم الحق والأفضلية في البقاء في المدرسة، 30% أيضا لديهم إمكانية البقاء ولكن بعد اجتياز امتحان، بعد اجتياز امتحان تنظمه المدرسة من أجل اختيار هذوك 30%. يعني معناتها هذوك 30% راح يكونوا هما اللي راح يجتازون الامتحان، بالإضافة إلى طلبة من المدارس الأخرى اللي حابين أيضا يدخلوا للمدرسة العليا للتجارة. دونك هذوك 30% سوف يدخلون كما نقولوا في مسابقة مع طلبة آخرين للحصول على أماكن بيداغوجية بالمدرسة العليا للتجارة، باش تنتقلوا إلى تحضير لشهادة الماستر. شهادة الماستر هذه للحصول عليها هناك 3 سنوات من التكوين، سنة نسميها سنة جذع مشترك وسنتين للتخصص. تابعتي معايا يا زهرة؟ نعم، شكرا أستاذة. اصبري أستاذة السيدة زهرة، يا زهرة بالك أستاذ خالد عزاوي باعتباره هو رئيس، راه معنا هو أيضا رئيس قسم المدرسة العليا للتجارة، ربما لديه ما يضيفه لك. شكرا أستاذة على الشرح. فعليا التكوين على مستوى المدرسة هو تكوين يكون مدته 5 سنوات، هي 2 زائد 3، سنتين دور تحضيري ثم 3 سنوات للحصول على شهادة الماستر في تخصصات عديدة في ميدان العلوم المالية والمحاسبية وعلوم التسيير والعلوم التجارية. أنا أضيف فقط المقاييس التي يتم تدريسها خلال مرحلة الطور التحضيري. هناك مقاييس تقنية، وش فيها مقاييس تقنية؟ فيها مقاييس الرياضيات كالتحليل الرياضي، الجبر، هناك احتمالات، هناك إحصاء. هذه المقاييس التقنية. هناك المقاييس المتعلقة بالمحاسبة، ونذكر فيها المحاسبة المالية، المحاسبة التحليلية، هناك التحليل المالي كذلك. هناك مقاييس الاقتصاد، كالاقتصاد العام، الاقتصاد الجزئي، الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى مقاييس أخرى كمادة القانون، العلوم الاجتماعية، الفلسفة، الجغرافيا الاقتصادية، بالإضافة إلى مقاييس تتعلق باللغات. هناك لغات تدرس حاليا في المدرسة الطور التحضيري، يعني لتحضير الطالب لطور الماستر حتى يتمكن في اللغة الفرنسية. هناك مقياس اللغة الفرنسية يدرس خلال 4 سداسيات، كذلك هناك مقياس لغة إنجليزية، يعني خلال الطور التحضيري الطالب يحضر يعني حتى من ناحية المنهجية، ناحية العلمية، وكذلك من ناحية اللغات حتى يكون يعني قادر يواصل الدراسة في الماستر، لأنه في الماستر راح يكون كاين مقاييس تدرس باللغة الفرنسية، بعض باللغة العربية، وهناك كذلك مقاييس تخصص تكون باللغة الإنجليزية. وعليه في الطور التحضيري هي فرصة لتحضير الطالب، يعني يكون عنده المكتسبات القبلية اللازمة باه يتخصص في إحدى التخصصات التي تعرضها المدرسة الموجودة حاليا على مستوى المدرسة، نذكرها. هناك تخصص المحاسبة والمالية، هناك تخصص مراقبة السير، هناك تخصص مالية المؤسسة،
مراقبة التسيير، تخصص تسويق واتصال، بالإضافة إلى تخصص الماناجمنت، علوم إدارة التسيير، العمل. إدارة الأعمال. ولا إدارة الأعمال، هذا هو يعني نظام التدريس الموجود على مستوى المدرسة. أظن أنه الجواب صحيح. كان موصل لزهرة. نعم، بارك الله فيكم أستاذ. شكرا زهرة، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تكوني من بين طلبة المدرسة العليا للتجارة. إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام طيب، عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. فقط باش ننظم ويكون الصوت مسموع، نبدأ مع أيوب ثم يمينة. تفضل أيوب. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ وعليكم انا السلام ديت ورحمة الله. معدل، شيخ انا ديت الباك تاعي ب 14، وديت عندك المواد، وديت في المواد 18، وفي المحاسبة ديت 20، وفي الاقتصاد ديت 14. اسكو يقدروا يقبلوني؟ شوف أيوب، أنت عندك حق التسجيل لأن المعدل تاعك راه أكبر من 12، ومادة الرياضيات كذلك عندك أكبر من 12. الآن يقبلوك هذا، الآن ما عندناش الجواب لأنه المعدل الأدنى للقبول يحدد لاحقا بعد مقارنة عدد المقاعد البيداغوجية مع طلبة، مع عدد الطلبات على المدرسة العليا للتجارة. يعني يقدر يكون المعدل الأدنى 14، يقدر يكون أكبر من 14. فهمتني أيوب؟ ايه فهمتك شيخ، ربي يحفظك شيخ. الله يسلمك. صح صح. أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مينا، مرحبا بك، حبيت نسقسيكم إذا معليش. تفضلي، نحن هنا من أجل ذلك. أستاذ أخوي جاب الباك 2020 سيونتيفيك، جابوا بمعدل 15.19، الله يبارك، وفي الرياضيات جاب معدل مليح، جاب 17. الله يبارك. إذا يقدر يسجل يقرأ في المدرسة العليا للتجارة بالأقلية. يمينة، ومن 2020 وين كان أخوك؟ قرأ في رفاك. قرأ في رفاك. أيوة، بحب يدير وين يكون في رفاك هنا المدرسة يمينة؟ العليا في تيزي وزو. في تخصص ماذا؟ وحب يجي عندنا في المدرسة العليا للتجارة. ايه ان شاء الله. شوفي يا يمينة، باش نفهمك كيفاش تصير الأمور، إنه التسجيل في شهر جويلية هو خاص بطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا للسنة، معناتها كما هذا التجويلية التسجيل هو المتحصلين على شهادة البكالوريا في بكالوريا 2022. هكذا يا مينا. ايه فهمتك. الآن وما يكون اصبر نعم. من بعد، ولكن هناك فترة ايه التحويلات تفتحها ايه الوزارة، لي ترونسفير، ايه لي ترونسفير، ترونسفير، ايه فوالا، هذه في كانت سبتمبر. في سبتمبر. صافي دوك ما يقدرش يسجل حتى لسبتمبر. دركا لا لا، دركا هذه التسجيلات مفتوحة للمتحصلين على شهادة البكالوريا 2022. ليقدر يدخل، اسكو هناك زعما سي بوسيبل، سي بوسيبل يمين يقدر يسجل. يمينة انا عارف اسمعي الأستاذ عزام. شوف، كاين لا هما كاين هو شوف كاين كاين مرحلة تاع لي ترونسفير، دوك تحددها الوزارة عندها مرحلة يسمح للطلبة باش يديروا تحويلات يعني من جامعة لأخرى، لكن أنا نعطيك الشروط تاع السنوات السابقة اللي هي تبقى نفسها إلا في حال التغيير يعلن عنها الوزارة. السؤال رقم واحد، شهر رقم واحد، اسكو خوك في الجامعة نجح السنة نعم، ولا ما نجحش؟ ما نجحش، قرا ايه شوية بركم بعد ما عجبتوش لافيليا حب يبدل. هي شوف، هي كاين شرطين. هو الطالب نعم، يشوفوا المعدل البكالوريا تاعو مع هذه السنة ماشي مع السنة السابقة. أعطيك مثال، لو كان يكون معدل الأدنى للقبول كمثال، جوست ان اكزومبل، لو كان يكون المعدل الأدنى للقبول هذا العام مثلا 15، وخوك عنده في البكالوريا 15، دونك عنده المعدل هكذا. الشرط الثاني
الشرط الثاني انه الطالب ما يكونش راسب في السنه الماضيه، يعني ما يكونش ماشي ناجح، لازم يكون ناجح يدير تحويل ممكن، ولا يكون ما قراش، يعني لا عنده جيستيفيكاتيف باللي لاني تاعو كانت اني اكاديميك اني بلونش، يعني ما كانش سكولاريزي. شوف لا عنده اني بلونش وعنده جيستيفيكاتيف وعنده وثيقه تثبت انه ما قراش العام اللي فات، في مرحلة التحويلات يقدر يشارك، والمعدل تاعو يعني يقارنوه مع المعدل القبول لهذه السنة. هذا هما الشرطين، هذا هما الشرطين. دونك إذا ما قراش عنده أني أكاديميك أني بلونش، في مرحلة التحويلات يقدر يحول من الجامعة المدرسية للتجارة. لكن بون كاين طلبة من يسمعوا فينا، لكن الطالب اللي رسب يعني راسب غير ناجح ما عندوش الحق باش يدخل للمدارس العليا. داكم واضح صافي، لازم يدير جيستيفيكاسيون بليك ما قاش بروميراني هذيك في لافاك، من بعد صح يبدا يدير ترونسفير في سبتمبر. طري بيان. دونك الا يقدر يجيستيفي باللي هو العام اللي فات ما كانش متمدرس، يعني ما قراش ما كانش سكولاريزي، عنده صديق اني بلونش اني اكاديميك، دوك هذا الشرط الاول هو عنده. الشرط الثاني يبقى له المعدل البكالوريا تاعو تاع العام اللي فات يقارنوه مع ويديروا المعدل. المعدل الموزون هذاك، لا ما كانش معدل كاين موزون، الشرط ما كانش معدل موزون، لكن الشرط انه معدل البكالوريا باش يسجل لازم يكون اكبر من 12، ونقطة الرياضيات كذلك تكون سوبيريور ا 12. هو جاب 17 في ليمان. تري بيان تري بيان. دونك شوف هو عنده معدل ما شاء الله، وعنده نقطة نعم الرياضيات اكبر من 12. دوكا اذا ماهوش راسب يعني عنده اني بلونش، يقدر يشارك في مرحلة التحويلات اللي تفتحها الوزارة عبر منصة بروغريس. معناتها لازم برك يتابع التواريخ الفترة تاع التحويلات ويشارك في التحويلات. إن شاء الله. صحيت يا أستاذ، يعطيك الصحة، شكرا. صحيت، شكرا بارك الله شكرا فيكم، لك يا مينا على بارك الله المشاركة فيكم معنا. أستاذة. هل في نظن هل في معنا، أبقى معنا أيوب وزهرة. أستاذ عزاوي، هل يا ترى نواصل في الأجوبة على الأسئلة من خلال الأسئلة التي تمت إرسالها، ولا كيفاش نديره؟ جوستومون انا حنا نقترح لك نتناوب انا وياك، انا مره نقرا لك السؤال ومره انت قريتي السؤال ونجاوبوا على الاسئله كلها اللي بون. انا الان راني كاين الاسئله اللي بعثها لنا سمير، وكاين كذلك اسئله راهي توصلنا في شكل تعليقات على صفحه الفيسبوك، فيسبوك المدرسه. داكو، دوك انا ما عنديش انا هذا ال دوك نعمل انا وياك سؤال بسؤال، انت قراي الاسئله اللي بعثهم لنا تاع الفيشي اكسل، وانا خير. نقرا الاسئله في تعليقات الفيسبوك ونتناوب سؤال بسؤال. خير خير يا هيا، بسم الله. انا راح نبدا الاسئله من التحت، لانه قال لي سي ان كوميل دو كيستيون، دونك نبداو من تحت. بسم الله. السؤال الاول اللي تقدم به طالب اسمه القالي عبد الكريم، هو متحصل على بكالوريا جيستيون 2022. السؤال اللي يسأله هو: ما هي التخصصات التي تتيحها المدرسة؟ ما هي التخصصات التي تتيحها المدرسة؟ نجاوب مباشرة أنا ولا أستاذ؟ تفضلي أستاذ، أنا نبحث على أسئلة في يعني نبحث عليهم في الفيسبوك في تعليقات، الوقت اللي تجاوبين كون أنا جبت أسئلة أخرى. تخي تخي بيان. إذا بالنسبة للتخصصات التي تتيحها المدرسة العليا للتجارة، قلت إذا المدرسة العليا للتجارة لديها تكون في 3 شعب مختلفة. الشعبة الأولى هي شعبة المالية والمحاسبة، شعبة العلوم التسيير، وشعبة العلوم التجارية. بالنسبة للشعبة المالية والمحاسبة، عندنا تخصصات في مالية المؤسسة، عندنا تخصصات في تخصص مالية ونقود ومالية بنوك ونقود، عندنا تخصص مراقبة التسيير، وعندنا تخصص
محاسبة ومالية. إذن كل هذه التخصصات تندرج في المحاسبة والمالية. أنا تخصص في إدارة الأعمال، تخصص إدارة الأعمال مانجمنت، تخصص نسميه تنظيم وإدارة المؤسسات، وعندنا تخصص تسويق واتصال. تسويق واتصال، هذه بالنسبة للتخصصات التي تتيحها المدرسة العليا للتجارة. هذا السؤال الأول بالنسبة لهذا الطالب. السؤال الثاني، المشاركة في المدرسة الوطنية للإدارة ضمان الاجتماعي والجمارك، أي هل يمكن الدخول للمسابقات؟ هل يمكن الدخول للمسابقات التي تتيحها؟ استاذة استاذة، نعم، وشنو هما فرص العمل الخاصة بكل شعبة؟ اصبر دقيقة معايا. شكون معايا؟ أيوب، قلت وش من ايه فرص استاذة، العمل؟ الخاصة بكل شعبة استاذة. هي في الواقع فرص العمل من المفروض هي فرص العمل قوية كثير، لأننا أولا راح تتكون في مدرسة عليا، هذه مهم جدا، لأنه التحصل على شهادة الماستر من المدرسة العليا يكسبك كما نقولوا ان افونتاج باش تكتسب اي وظيفه. ثانيا المدرسه العليا للتجاره، لان المدرسه العليا للتجاره ايضا عندها الوزن تاعها الخاص في التوظيف. ثالثا لاحظ مليح انه هذا الشعب اللي نكونوا فيها او التخصصات هي يعني راح تكون انت يا اما متخصص في الماليه او في المحاسبه أو في إدارة الأعمال أو في التسويق. معناتها هذه كلها تخصصات، هي تخصصات أساسية وتحتاجها كل مؤسسة، سواء كانت مؤسسة تجارية ولا اقتصادية ولا حتى من تكون مؤسسة خاص ما تعمل ولا في المالية ولا في التجارة ولا في الاقتصاد، وإنما نقول تخدم في التكنيك، تحتاج دائما إلى من يسير أموالها، أو من يعمل لها المحاسبة تاعها، من يديرها، ومن يسوق لمن توجهها. معناتها يبقى هذاك كما نقولوا يفو فيغ لا بروف، هذاك اللي يطلب فرصة العمل هو ايضا يتكون جيدا ويكون اسمها ايه الاستاذ؟ دوا فيغ سي بروف. هكذا ايوب، استاذ دقيقة، تفضل. الكونيكسيون ثقيلة عندك، ماشي نسمعوا فيك كاع. الكونيكسيون ثقيلة عندك، ماشي نسمعوا فيك كاع. أخوش تسمع فيك والله كهو أستاذ الزاوي. لا لا، المشكل عند الطالب. نعم أستاذ الزاوي، قطع. المشكلة راهو عندي أستاذ الزاوي. أكيد سمعت يا أستاذة. دو كان يسمع فيك. لا، المشكل عند الطالب، أنا كنت نسمع فيك مليح. سمعت يا أيوب، يا أيوب نظن أنه المشكل راهو عندك. زهرة هل تسمعينني؟ أنا فيك تخيب يا أستاذة، المشكل عند المشكل أيوب. عند أو معنا المشكل عند أيوب، مش عندي أستاذة. لا لا، المشكلة أيوب عندي نظن أنه عندك مشكل. بقى نعاود احنا ما نش نسمعوك تقطعني الكلام او يتقطع. اذا ايوب في انتظار انك تصلح لا كونيكسيون ديالك، ربما نروح نشوفوا الاسئله الاخرى الخاصه بالتلميذ نظن عبد الجليل، ولا ربما فيه خطأ في كتابه اسمه، والله اعلم. المهم يقول هل يمكن المشاركه في المدرسه الوطنيه للاداره والضمان الاجتماعي والجمارك، اي هل يمكن الدخول للمسابقات؟ ما فهمتش على كل حال يا سؤال ديالك، يا اكتبها معايا استاذ عزاوي. استاذ عزاوي يا سمير، راك معنا؟
سمير درازي. سمير. أستاذة نعم أستاذ. أنا نسمع فيك، أنا نسمع فيك، الصوت تاعك مسموع. راك تسمع فيا. شوف راك شوف معايا هذا السؤال أستاذ الزاوي يقول، ومن بعد جاريف با افوار لا كونتينيتي تاع السؤال. نظن هو راه يطرح لك، هل يمكن المشاركة في مسابقة مدرسة الإدارة الضمان الاجتماعي والضرائب على ما أظن؟ إيه هو شوف طبعا ياك بعد ما يحصل على الماستر، ايه بعد ما يتحصل على شهادة الماستر بإمكانه المشاركة في مسابقة مدرسة الإدارة، المدرسة العليا للمصرفة كذلك فتحت ماستر يمكن المشاركة فيه، مدرسة اليودياف تاع الضرائب والجبائية يمكن المشاركة، وكذلك مدرسة البنوك والتأمينات في معهد تنمية المغرب العربي ليفيد يمكن المشاركة فيه. كاين فقط تاع الضمان الاجتماعي اللي يطلبوا شهادة ليسونس للمشاركة، أما بقية المدارس تقبل شهادة الماستر للمدارس العليا للمشاركة في المسابقات. يعطيك الصحة أستاذ عزاوي على هذا التفصيل. قل ما هي اللغة التي تدرس بها المواد؟ يا سيد عبد الجليل أنا أقول بالك، نقول باللي اللغة التي تدرس بها المواد هي، نعم هي، إذا عندنا ندرس في اللغات الثلاثة، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية. عندك سنتين تحضيريتين، هناك يتم تدريس لغات المواد باللغتين، لغة فرنسية ولغة عربية. هناك مواد تدرس باللغة الفرنسية ومواد تدرس باللغة العربية، في حين في الماستر يكون تقريبا أغلب المواد تدرس باللغة الفرنسية، الأغلبية تاع المواد كلها تدرس باللغة الفرنسية، ولكن يبقى فيه مادة أو مادتين في الماستر تدرس، بعض المواد تدرس باللغة العربية. أيضا في الماستر هناك مواد تدرس باللغة الإنجليزية. إذن فقط أشير أنه لا يمكن أن تكون اللغة عائق، لا يمكن لطالب متحصل على شهادة البكالوريوس، طالب شاب في مقتبل العمر، أن تكون اللغة عقبة أو حاجز في اكتسابه لأي نوع من العلوم. هذه نؤكد عليها تماما. أيضا المدرسة تتيح لك التكوين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية أثناء الأقسام التحضيرية. أيضا المدرسة مؤخرا قامت بإجراء اتفاقية مع المعهد العالي للعلوم اللي عندهم خاصية التكوين في اللغات، جرينا معهم اتفاقية وين راح ننشئ، أنشأنا قسم للغات المكثف، تعليم اللغات المكثف. نؤكد ونركز في الأول على اللغة الإنجليزية، ولكن هناك انفتاح على جميع اللغات. هذا المعهد يمكنه التكوين في كل اللغات، سواء اللغة الصينية، لغة إسبانية، لغة تركية، لغة أي أو لغة فرنسية، أي لغة، لغة عربية، أي لغة يريد التكوين فيها. طبعا راح تكون هذا التكوين مقابل مبلغ مالي مدروس جدا. إذا يكون التكوين متاح داخل المدرسة، والتكوين ذو نوعية وذو مبلغ مدروس جدا. أستاذة نعم أستاذ. يعطيك الصحة، هناك ثاني سؤال متكرر يتعلق بالتوظيف. أستاذ قبل هذا، باسكو هذه الأسئلة كلها لنفس التلميذة، تاكو باش تعرف اللي نفس السؤال الرابع وانتهى. هل توجد هذا جاوب عليه أنت أستاذ، هل توجد منح للخارج بعد نهاية الدراسة في هذه المدرسة؟ المنح هي موجودة وتقترحها الوزارة، ليس المدرسة التي يعني تحدد المنح، الوزارة هي التي تفتح المنح وتفتحها لكل الطلبة الجزائريين على مستوى الجامعات والمدارس، هي مخصصة للطلبة المتفوقين، يعني الأوائل هم اللي يكونوا معنيين بالمنح،
وهذا الأمر يعني موجود في كل الجامعات والمدارس، يعني مش فقط في موضوع التجارة. فيما يخص السؤال المتعلق بالتوظيف أو بعث أمام جوجل ميت للديبوشي، ألوغ تو سامبلومون لو برودوي تاع ليكول، دونك سي ان برودوي دوموندي سور لو مارشي دو ترافاي. مكاتب التشغيل تطلب دائما يعني حصريا طلبة المدارس العليا وبالأخص المدرسة العليا للتجارة، بما أنه التخصص تاع التكوين في المدرسة العليا للتجارة هو تخصص شامل يشمل كل الوظائف الأساسية اللي تحتاجها المؤسسة، سواء كمحاسبة مالية، ماناجمنت، إدارة الأعمال، وحتى التسويق. لهذا فإن خريجي المدرسة مطلوبين ولهم مكانة ومكان في سوق العمل، والدليل على ذلك أنه أغلب المسؤولين في قطاعات البنوك يعني هم خريجي المدرسة العليا للتجارة، على مستوى الوزارات، على مستوى المؤسسات الوطنية والخاصة، كلهم يعني تصيب خريجي المدرسة العليا للتجارة تصيبهم بقوة، وتصيبهم يعني في مراكز القرار، يعني في مراكز المسؤولية. وهذا نظرا لنوعية التكوين، نظرا لنوعية التكوين وبالإضافة إلى ذلك نعطيكم كذلك ميزة لخريجي طلبة العليا، طلبة المدرسة العليا للتجارة. هناك مسابقات تنظمها مؤسسات، هناك مسابقات للتوظيف، يعني كي تشوفوا الناجحين في مسابقة التوظيف أغلبهم هم خريجي المدرسة العليا للتجارة. على سبيل المثال لا الحصر، منذ قليل طالب طرح سؤال قال لك مدرسة الضرائب، مدرسة الضرائب اللي حتى تدخل تقرأ فيها لازم يكون عندك ماستر ثم تشارك في المسابقة، وهي مسابقة وطنية للجميع، مسابقة وطنية مفتوحة للجميع. ولكن يعني لو كانت تشوف قائمة الناجحين النهائية تصيب أغلب الناجحين هم طلبة تاع المدرسة العليا للتجارة. كذلك معهد تمويل تنمية المغرب العربي ليفيد ياخذوا كل سنة عندهم دفعة بنوك ودفعة تأمينات، وعدد المقاعد محدود في حدود 20 حتى 25 يعني مقعد بيداغوجي. أغلب الناجحين في دفعة البنوك والتأمينات هم طلبة، هم خريجي المدرسة العليا للتجارة. مؤخرا تم فتح ماستر جديد على مستوى المدرسة العليا للصيرفة، يعني لازم تكون متحصل أكيد على الماستر في الجامعة أو في مدرسة عليا، ثم تلتحق بمدرسة الصيرفة، لأنه تكوين مهني، يعني هو تكوين سي ماستر بروفيسيونيل، ماهوش أكاديمي. بروفيسيونيل يعني موجه للبنوك، فيه مام التمويل والباريناج التمويل والبنوك العمومية. أغلب دونك الناجحين هما طلبة المدرسة العليا للتجارة، ولهذا يعني ما كاش عقود تشغيل، يعني الطالب كي يلتحق يدرس في المدرسة العليا للتجارة مش راح يمضي عقد التشغيل مباشرة بعد انتهاء 5 سنوات من التكوين يلتحق بمؤسسة معينة، لأنه ما كاش تمويل. المدرسة العليا للتجارة هي راهي مدرسة عمومية، التدريس فيها راهو مجاني، يعني ما كاش باريناج. هي كي يكون كاين الباريناج، يعني كي يكون التدريس غير مجاني، تجي مؤسسة تتكفل تخلص لك تكاليف التكوين، وبعد التكوين لا كونترول بارتي واش هذاك تاع التكوين اللي خلصته لك تروح تعمل عندها لمدة معينة. المدرسة هي مدرسة عمومية، التكوين مجاني، لكن المدرسة تضمن لك تكوين ذو جودة ونوعية يسمح لك أنك تنجح لما تشارك في المسابقات. كذلك يمكن المشاركة في مسابقة الدكتوراه في الجامعات، مسابقة المدرسة طلبتنا ينجحوا، يعني يكون تشوف في جامعة الوطن تصيب في الدكاترة طلبة الدكتوراه، تصيب العديد من خريجي المدرسة العليا للتجارة، يعني ملتحقين في الدكتوراه في المؤسسات في جامعات ومدارس أخرى، وتصيبهم حتى التحقوا كأساتذة، توظفوا كأساتذة على مستوى كل ولايات الوطن. في كل الجامعات راح تصيب أساتذة اللي هما خريجي المدرسة العليا للتجارة. هذا هو الميزة والخاصية التنافسية اللي تجدها عند طلبة المدرسة العليا للتجارة مقارنة بطلبة طلبة الجامعات والمدارس الأخرى. سؤال آخر؟ يعطيك الصحة أستاذ. نظن أستاذ، نظنهم كاين أسئلة في الجوجل ميت اللي تقدر تشوفي في الشات. سمير بالك يعطيهم. تبان لي باللي هذو ما اللي قمت قال هذه سهيلة بن زبروك، كانت أسئلة تاعها ما هي مدة التكوين
معدل القبول وما هي لي ديبوشي. هل ممكن إعادة الشرح ربما وشرح الأستاذ بالتفصيل كيفية الالتحاق بالمدرسة والآفاق؟ كاين معنا شمس الدين المهني، ممكن يكون عنده سؤال، يقدر يتفضل مباشرة، يفتح بك الميكروفون ويطرح الأسئلة تاعه. كاين شمس الدين المهني وكاين سارة مرار مرار سهيلة سارة نظن. راهي طرحت يا سارة قلتي سيل بوبلي أنا عندي باك قديم نقدر نسجل به يا سارة. بكالوريا التسجيل في شهر جويلية هو مخصص لبكالوريا 2022 بكالوريا 2022 بالنسبة للبكالوريا القديم سوف الوزارة تقوم بفتح مجال للتحويلات في شهر سبتمبر، عندها يمكن القيام بطلب تحويل إلى المدرسة العليا للتجارة. طبعا هذا طلب التحويل يكون طبعا فيه شروط حتى يتم قبول التحويل، أنه الطالب هذا اللي عنده بكالوريا قديم معناتها يا إما يكون طالب سجل في معهد أو جامعة أخرى ونجح في سنة أو سنتين اللي سبقوا هذه السنة مع شرط تحقيق الأدنى معدل المحقق في العام، مثلا إذا توقفنا هذا العام إلى عند 15 ونصف يجب أن يكون عنده بكالوريا 15 ونصف بالإضافة إلى النجاح، أو إذا كان لم يدرس يكون عنده شهادة أنه أعمل عطلة أكاديمية باش يكون عنده الحق للتحويل إلى المدرسة العليا للتجارة. فهمتيني يا سارة؟ إذا كان ما فهمتيش ممكن جدا أنك تطرحي أي سؤال. أنت يا ما قريتيش سارة، أسكو عندك درتي أنا أكاديميك اسكو تشا بلوكي لاني ما بلوكيتيش. لاحظي سارة لازم تشوفي ما بلوكيتش هاش معناتها يا سارة، إذا ما بلوكيتي هاش معناتها لأنه راح لاحظي مليح أنه دركا كل النقاط راهي تسجل في بروغريس اللي هي سيت اون ابليكاسيون دو مينيستير، معناتها راح تشوفي اسكو في الاخر اذا كتبوا لك راسيبه معناتها ما نقدروش نعتبروك بلي ما سجلتيش. فهمتي يا ربما استاذ عزاوي؟ نعم استاذه. هذه الطالبه فهمتي هيا شكرا هي فهمت. هي انا بابلو كيلاني عندها بكالوريا 2020 2021 elle a inscrit, elle n'a pas bloqué l'année et elle veut faire un transfert. Pour faire le transfert, soit année académique, soit qu'on admis, oui, n'arrête. Donc, elle n'a pas fait de... Du moment qu'elle n'a pas bloqué, elle n'a rien fait, donc mais elle n'a pas le droit, je pense. Hakda ya ma Sarah, ma kish admise. Et ma liche. ما كيش ادميز ولكن يكون عندك لازم تروحي تشوفي هذيك المؤسسه واش حطوا كي حطوا لك راسيبه معناتها خلاص، لانه لازم الطالب ربما هذه فرصه ان نفتحها. طالب اللي ينوي ما يقراش لازم يتنقل الى المؤسسه ويسجل ويعمل يبلوكي لاني يعمل سنه اكاديميه، طلب سنه اكاديميه وين يسمح له باش يحافظ على شهادة البكالوريا تاعو ويقدر يسجل بها سنة أخرى. هكذا سارة. كاين أستاذ لا حبيت شمس الدين أو سألنا بالكتابة قال السلام عليكم، تحصلت على شهادة البكالوريا هذه السنة 13.95 لكن حصلت على 11 ونصف في مادة الرياضيات، هل يتم قبولي؟ وهل هناك المعدل الموزون؟ يا شمس الدين مهني مرحبا بك، مبارك لك على حصولك على شهادة البكالوريا. أولا ليس هناك معدل موزون ولكن هناك شرط أساسي أنه يجب الحصول على
12 معدل في الرياضي في البكالوريا و12 في الرياضيات حتى يمكنك المشاركة أو تتاح لك أن تضيف المدرسة العليا للتجارة في قائمة الاختيارات. لو 12 المعدل هنا راه الشرط الأول راه محقق لديك، ولكن الشرط الثاني اللي هو 12 في الرياضيات ليس محقق، هو 11 ونصف. بالتوفيق لك شمس الدين. بالنسبة للأسئلة تاع فوالا دونك سارة يا أستاذ عزاوي كاتب لها ديفايونت، دونك ما تقدريش يا سارة للأسف. ديفايونت دونك ما تقدرش للأسف تشارك. فوالا للأسف يا سارة، نأسف لك، ولكن معليش كاين معليش سارة، كاين إمكانيات كثيرة متاحة، ربما تقدري تعملي أن ترونسفير لدوطخ زونيفرسيتي ها وتنجحي فيها يا سارة. اني جام بتعرفيش كامل وين راها الخير هكذا سارة. كاين جامعات اخرى وين تقبل هاد الحالة مثل حالتك. ايضا انت يا شمس الدين ايضا هناك كثير من الجامعات الاخرى اللي تسمح لك وتتيح لك الفرصة فيها انك تسجل. دونك بالتوفيق لك، وان شاء الله يا ربي توفق في اختيار المكان المناسب اللي ان شاء الله تنجح فيه بطريقة أخرى إن شاء الله يا رب العالمين. أستاذ عزاوي هذوما الأسئلة اللي موجودة عندي في الميت، ممكن تشوف أنت. هي نفس شمس الدين اللي كان حلم منذ 3 سنوات لكن ما كتبتش. يا شمس الدين دركا إذا كان الحلم العفو، نحن هنا من أجلكم يا شمس الدين. إذا كان حلم كان عدة طرق لتحقيق الحلم ديالك. دونك إذا كان هو الحلم ديالك أنك تتكون في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية في الجامعات، تكون أيضا بإمكانك أن تروح وتعمل على ذلك. إذا كان حلمك المدرسة العليا للتجارة، وش نقول لك؟ كاين طرق أيضا للوصول إلى ذلك، وأنت ترى يعني ممكن جدا أنك تعاود البكالوريا. اذا كان اللي يكون عنده حلم لازم يشقالو، لازم يتعب له. اذا كان هذاك هو حلمك المدرسه العليا للتجاره، بامكانك اعاده شهاده البكالوريا والعمل بقوه للحصول على معدل يسمح لك بذلك. اما اذا كان حلمك التكوين في العلوم الاقتصاديه وعلوم التجاريه، فيمكنك ذلك بالتوجه نحو الجامعه وتعمل بقوه. ويمكنك ذكرنا كما يقولوا رانا في شغل في قرية واحدة، يمكنك أنك تكون تتحاكى مع طلبة المدرسة وين تقدر تحصل على تكوين خاص بك. أستاذة نعم شمس الدين عنده فرصة أنه يلتحق، إيه؟ يجتهد في الجامعة، يكون من بين طلبة الأوائل ويجي يشارك في المسابقة الطور التحضيري. كي يتحصل بارك الله فيك أستاذ، كي تحصل على السنة الأولى والثانية بمعدل يعني يكون مرتفع أكبر من 14 بامتحان إدراكي، بمجرد النجاح في السنة الثانية تقدر تشارك في المسابقة اللي تنظمها المدارس العليا وتلتحق مباشرة بطور الماستر. سمعت شمس الدين، هاي فرصة أخرى إذا مباشرة، ما أنت تروح تسجل بالجامعة في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكذا، ثم تحصل تعمل جيدا خلال السنتين او خلال حتى توصل حتى الليسونس، ولكن تعمل بصوره كما نقولوا قويه. يعني انت لازم ما تدخلش الاستدراك وتحصل معدل مرتفع. عندئذ تكون لك الفرصه انك تشارك في المسابقه او في امتحان الدخول الى المدرسه العليا للتجاره. اي نعم صح. وش يقول من فضلكم، هل ممكن اعاده الشرح؟ لأنني حصلت على معدل. لا هذه أستاذ، هذه سهيلة بن زبلوك تقول من فضلكم هل ممكن إعادة الشرح، لأنني تحصل على معدل 15.77 و12 في الرياضيات. تقدر عندها الحق الفكرة. لا 15.77 و12 في الرياضيات عندها الحق تشارك تسجل عادي. ايه وناه إشكالك يا سهيلة،
ما عندكش اشكال سهله تسجلي بالشكل عادي، عادي. لانه الشرط المعدل البكالوريا اكبر يساوي 12 ونقطه الرياضيات اكبر يساوي 12. نعطيك مثال سهيله، لو كانت حصلتي على بكالوريا بمعدل 18 وفي الرياضيات عندك 10 ما يكونش عندك حق تسجيل. اذا كان معدل البكالوريا اكبر من 12 والرياضيات اكبر من 12 يكون عندك حق تسجيل، يعني هما الشرطين يمشوا معا ما تقدرش تفصلهم. فهمتي ان شاء الله تقولي فهمتي يا سهيله؟ سهيله تقول ثاني كم عدد كم من سنه للدراسه؟ 5 سنوات. 2 زائد 3، 2 في الطور الاول التحضيري و3 بالنسبه للماستر. يعني 5 سنوات للحصول على الماستر. تري تري بيان. تقول لي زاني بريباراتوار جو ني با كومبري. هي مرحله، هو طور تحضيري فيه عده مقاييس لتحضير الطالب لطور الماستر، يعني هو سان باساج اوبليغاتوار. لو سيكل بريباراتوار فيه دي موديول تاع مات لي تكنيك كونتيتاتيف دونك اناليز الجب ستاتستيك بروبا، كاين لي موديول ايكونومي ايكونومي جينيرال ماكرو ايكونومي ميكرو ايكونومي، اون دوتر موديول دروا سوسيولوجي فيلوزوفي وكاين كذلك هناك ميم مقاييس تاع لغات دي لونغ فرونسيز و انجلي كوميرسيال. alors c'est des modules pour préparer l'étudiant au cycle de master. يعني هذاك سي ان باساج اوبليغاتوار. القانون الجديد واش يقول لك 70% او 80% نسبه التغيير من السنه الاخرى يمر بطريقه اليه، يعني من الطور التحضيري يمر للماستر انتقال الي. الطلبه اللي ما يكونوش من بين الاوائل من بين 70 او 80% النسبه تحدد كل سنه من طرف الوزاره، هذوك يشاركوا في مسابقه تنظمها المدرسه حتى يلتحق بطور الماستر. يعني الاوائل يكون الانتقال الي، الطلبه اللي ما يكونوش في النسبه، الطلبه اللي ينتقلوا مباشره بطريقه اليه هذوك يشاركوا في امتحان داخلي تنظمه المدرسه عليه التجاره. واذا كان طالب من مدرسه اخرى يرغب في الالتحاق بالمدرسه يمكن ايضا انه يشارك في هناك طلبه ما يكونش عندهم الحظ باش يلتحقوا الان بالمدرسه العليا للتجاره بعد البكالوريا، نفرض انه التحقوا بمدرسه اخرى بعد سنتين من تكوين تحضيري يحب عنده فرصه ثانيه انه يلتحق في المدرسه العليا للتجاره، لابد انه يشارك في المسابقه، ليست مسابقه وطنيه كما في السابق وانما هي مسابقه داخليه تنظمها المدرسه، وهي فرصة ثانية تسمح للطلبة أنهم يلتحقوا مباشرة بطور الماستر لأنهم راهم ديجا تلقاو التكوين التحضيري في مدرسة أخرى. واضح؟ من المفروض راهي تقول شكراً راهي فهمت. نعم يا سهيلة، 3 سنوات زائد سنتين تحصلين على سنتين تحضيريتين، طبعا سنتين تحضيريتين مع قالت راهي تقول واضح جدا. شكرا لك سهيله، سعيدين بتواجدك معنا. ايضا العفو يا شمس الدين يقول شكرا، نتمنى لك التوفيق يا شمس الدين، وان شاء الله دون 3 ans كون دون 2 ans 3 ans تكون معنا. واروح اروح قول لنا ياك يا شمس الدين. معك الاستاذ حمادوش وسد عزاوي، ان شاء الله نشوفوك معنا يا شمس الدين. العفو يا سهيله، ان شاء الله يا شمس الدين. نظن هادو هما الاسئله لحد الان، هادو هما الاسئله الموجوده في الميت. استاذ اذا حبيتي عندك اسئله في الفيسبوك ولا نرجع لاسئله تاع اللي بعثوهم. كاين سؤال اخر في الفيسبوك قريته يقول لك على امكانيه مواصله الدراسه في الخارج خارج الوطن. طبعا الجواب هو نعم. العديد من خريج المدرسة العليا للتجارة التحقوا بالجامعات الأجنبية، على سبيل المثال الجامعات الكندية تقبل خريج المدرسة العليا للتجارة، الجامعات الفرنسية كذلك، وحتى في بريطانيا وفي إنجلترا هناك طلبة هناك خريج المدرسة العليا للتجارة التحقوا، وحاليا هما موجودين في جامعات أجنبية وموجودين حتى في مؤسسات أجنبية خارج الوطن. يعني الحمد لله سمعة المدرسة اللي راهي تمتد لأكثر من 120 سنة أعطت يعني مصداقية للشهادات اللي تمنح هذه المدرسة، وهي مقبولة سواء في التوظيف أو حتى في للتسجيل في جامعات أجنبية ومواصلة الدراسة بشكل عادي جدا. شكرا
نزيدو نشوفو الأسئلة. دوك هنا عندي خولة، ربما هي الأسئلة تتكرر بصح معليش، حنا باش إذا كانوا متابعينا عبر الفيسبوك أو عبر المباشر الفيسبوك باش يعرفوا بلي رانا نشوفوا الأسئلة تاعهم. معنا يوسف بن ساحة، يوسف اللي تو طرح سؤال لدي 15 14 55، هل يمكنني الالتحاق بالمدرسة؟ طبعا نتمنى ذلك، طبعا احنا لا نعرف المعدل الأدنى، قلنا باللي فقط نذكر دائما انه الشرط الأساسي هو الحصول على معدل عام في البكالوريا 12 ومعدل ونقطة الرياضيات 12 فما فوق، دونك 14 55، إذا كنت تحصلت على نقطة الرياضيات أكبر أو يساوي 12 يمكنك المشاركة في مسابقة الدخول المدرسة، طبعا مسابقة على أساس المعدل مش مسابقة كتابية، أنت يمكن أن تختارها وربما أن تفوز بالاختيار على حسب الطالب. نفس السؤال طبعا، s'il vous plaît puis-je rejoindre en sachant que j'ai obtenu 15.01. Je répète c'est la même chose. Oui vous pouvez à condition que votre note de mathématiques soit supérieure ou égale à 12, et bien sûr selon le nombre de places pédagogiques, selon la demande d'abord des autres élèves par rapport à l'école supérieure de commerce. Donc, Inch'Allah, nous te menons avec d'alec. Et donc, pour te faire, il faut que tu aies une note de l'IADIAT, l'idée de la moitié de 15.01, مقادة معاد نقطة الرياضيات أكبر من 12. ثاني كاين هذه خولة اللي سألت هذا السؤال، نشوفوا اللقب تاعها خولة. دوك بار خولة، بار خولة، كاين برصاصة يوسف تقريبا نفس السؤال، ما هي شروط الدخول للمدرسة بالنسبة لشعبة السي سنة 2022؟ إذا نعاود نذكروا أنه الشرط هو موحد بالنسبة لشعبة التسيير واقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات ورياضيات تقنية، هو دائما 12 معدل و 12 زائد 12 أو أكثر في الرياضيات. نكمل أستاذ في الأسئلة هذوما؟ إيه كملي أستاذ، حبيت تطرحي السؤال أنا نجاوب نعاونك. إيه تفضل، إيه خلاص دوك نشوف حيلي بك سؤال. داكور دونك براتيكمون سي لي ميم كيسيون، بصح انا حبيت نذكروا فقط اسماواتهم باش يعرفوا بلي رانا ناخذينهم بعين الاعتبار. عندنا مرار شريف يقول هل يمكن تسجيل المدرسة العليا للتجارة بالقلعة ببكالوريا 2020 وبمعدل 15.19؟ وشكرا مسبقا. هذا الجواب تاعو قلنا بشرط انه ما يكونش راسب في جامعه ولا مدرسه اخرى. يمكن يشارك، يمكن يشارك في مرحله لي ترونسفير، يعني اللي يديروا التنقل من الجامعه، فتره تفتحها الوزاره عندها فتره محدوده، المعدل تاعو يقارن بمعدل ادنى القبول لهذه السنه، وشرط انه ما يكونش راسب في تخصص او ميدان اخر. معناتها يا إما يجيب لنا باللي راهو ناجح وحب يغيب، ولا يثبت انه ما كانش متمدرس، يعني كان علي بلونش وما درسش في التخصص هذاك. من بعد كاين بن شعيره لينا الاء، لينا واش تقول لينا؟ لا موين لا موين سي 12 يا لينا. المعدل البكالوريا لازم يكون 12 باش وزائد الحصول على نقطة الرياضيات 12 حتى تتاح لك الفرصة في اختيار المدرسة. طبعا تعرفين جيدا وضع اي مؤسسه في قائمه الاختيارات لا يعني انها التسجيل المباشر، لانه
هناك على حسب الطلب، هناك حسب الطلب، ولكن أدنى معدل ممكن هو 12. أيضا كاين سؤال واحد اخر، لا موين داكسي ا فوتر ايكول توجور، هادي واش قلنا تانينا ايت يوسف تانينا، دونك نفس المعدل دائما رقبت، قلنا 12 في المعدل العام زائد 12 في 12 او اكثر في البكالوريا في الرياضيات معذره. كاين عندنا حسناوي رحاب، سناوي رحاب واش تقول؟ هل تقبلون التلاميذ المتحصلين على المعدل 14؟ نفس ايه الشيء. اكبر من 12 اسبوع؟ لا نعم نعم نقبل ذلك، ولكن بشرط ان تكوني حصلتي على على نقطة رياضيات اكبر او يساوي 12. هو فقط للتوضيح للطلبة، لا يوجد معدل موزون، لا يتم احتساب معدل موزون، لكن شرط أنه بنقطة الرياضيات تكون أكبر أو تساوي 12. هكذا أستاذ، دونك هي نفس الأسئلة طبعا، شروط الالتحاق بالمدرسة نفس الأسئلة. دونك نقول لك شكون هذا اللي يسأل، الوالدة تاع بوعكيز آية تقول ما هي شروط الالتحاق بالمدرسة؟ أنا أتكلم عليها يا سيدتي، وقلنا باللي شروط الالتحاق، الشروط كما نقولوا مبدئية الأولية، هذه الشروط هي 12 في المعدل العام زائد 12 في أو أكثر في الرياضيات باش المشاركة في اختيار، في الاختيار صح. كاين عندنا إسحاق يقول ما هي مدرسة العليا للتجارة، ولكن خلوها شوية في الآخر هذا السؤال، ما هي المدرسة العليا للتجارة؟ أستاذ عزاوي نعطيك السؤال واحد آخر وهذا نجاوب عليه في عجالة في الآخر، ما هي المدرسة العليا للتجارة، نديرو تقديم واجز في الآخر. كاين سؤال معدل الالتحاق تكلمنا عليه 12، هذا السؤال سألته آية تلميذ بكالوريا 22 تقول دوك 12 في المعدل العام زائد 12 أو أكثر في الرياضيات. ثم عندنا هناك عبد المغني وش يقول، تحصلت على بكالوريا 2021 شعبة علوم تجريبية بمعدل 11.19 وأنا الآن أدرس بالجامعة، هل يمكنني تغيير الوجهة وأن أدرس بالمدرسة العليا للتجارة؟ يا عبد المغني تحصلت على بكالوريا 21 وأنا أدرس بالجامعة، طبعا إذا كنت تدرس بالجامعات العلوم التجارية والاقتصادية والتسيير وراك تدرس جيدا بامتياز وتحصلت على معدل ممتاز، نقول باللي 14 ما نقولش 15 أو أكثر، يمكنك بعد سنتين أو 3 سنوات يمكنك المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للتجارة أو امتحان الدخول المدرسة العليا للتجارة. النسرين صحيح، يعني أستاذ هذه فرصة ثانية، فوالا فرصة ثانية للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة يلتحقوا بعد سنتين، لازم لكن شرط أنهم يجتهدوا ويكونوا بين الأوائل، باش يكون عندهم حق المشاركة ويكون عندهم تكوين يعني يسمح لهم بالنجاح والالتحاق بطور الماستر. يعطيك الصحة أستاذ. فغالي حسن، هي فغالي حسن تلميذ تحصل على بكالوريا 2021، يقول حسن وش يقول، شروط القبول والتسجيل بالمدرسة العليا للتجارة. إذا يا حسن إنه راك تعرف باللي شروط القبول هي طبعا لازم تكون بكالوريا، باش التسجيل في هذا الشهر لازم بكالوريا 2022 وتحصلت على معدل عام 12
زائد نقطة بكالوريا أكبر أو يساوي 12. يا حسن أنت راك بكالوريا 21، باش يمكنك الالتحاق هذه السنة الجامعية 22-23 بالمدرسة العليا للتجارة، يجب المرور بمرحلة التحويلات لي ترونسفير. لي ترونسفير سون في بور الناس كلهم اللي يحبوا يغيروا من جامعة إلى أخرى، ولا اللي ما درسوش سنة عملوا بأن بلوكاج دو لاني، ومن بعد تيك اون اني اكاديميك، ومن بعد يحبوا يلتحقوا بالجامعة مرة أخرى. طبعا باش يمكنك الالتحاق نذكره دائما يجب أن تحصل تكون عندك لا مويان مينيمال بيان سور اللي نعرفوها في لو 3 اوت، نعرفوا المويان مينيمال لازم تكون اكيز عندك، تكون يا اما نجحت في الجامعه اللي سجلت فيها تكون ناجح فيها، او تكون عملت اني اكاديميك. شكون تاني؟ نسرين دوكا واش تقول؟ نسرين كيفاش؟ جليط نسرين، جليط نسرين تقول باللي صبر دقيقه جليط avec 14,98 de moyenne gestion, j'ai la chance d'entrer dans cette école. Oui, possible, bien sûr. Sauf, bien sûr, à condition que vous ayez une note de en mathématiques de 12 ou plus. Les deux années dans les écoles de Coléa, ils ont le même programme, c'est vrai. Oui, toutes les écoles en sciences économiques, de gestion et sciences commerciales عندهم نفس البرنامج المسطر من طرف وزارة التعليم العالي. أستاذ أستاذ هاني اسمع فيك تفضلي. معلومات حول التسجيل في المدرسة دوك نخلي لك أنت تقول واحد جو فودغي اسيستي او بورت اوفيرت. من المفروض أنا هيما ميسا رانا بعثنا لك يا ميسا، من المفروض أنا بعثنا لك لو ليان بوغ اسيستي، ان شاء الله تكوني حضرتي معنا. استاذه هذه تقدر تشارك حضوريا على مستوى المدرسه في قطب القليعه، وتقدر تشارك عبر الميت عبر الرابط اللي تم نشره على صفحه الفيسبوك، وبامكانها كذلك المشاركه عن طريق الاسئله في شكل تعليقات على صفحه الفيسبوك. عندها يعني عندها كل امكانيه انها تشارك معنا. يعطيك الصحة أستاذ. أضيف لها أيضا أنه حتى بعد نهاية الأبواب المفتوحة يمكنها أن تطرح تساؤل على صفحة الفيسبوك ويتم الإجابة عليها. أكيد أكيد، إحنا عندنا مجموعة تاعنا تاع الإعلام الآلي والعلاقات الخارجية موجودون دائما على الصفحة، ويتواصلوا مع الطلبة ويردوا على الأسئلة تاعهم بشكل عادي يعني في أي وقت. تخي بيان، إن شاء الله تكوني سمعتينا يا ميساء، وكل من عنده تساؤل معناتها نحن على تواصل دائم، على تواصل دائم. طبعا هذه الأيام الأربعة خصصت اللي خصص لها زمان ومكان للإجابة على الأسئلة، ولكن هناك التواصل الدائم عبر صفحة الفيسبوك من أجل أي تساؤلات ممكنة. السؤال واحد آخر تقول هل الدراسة صعبة؟ وما مدى إمكانية الحصول على عمل في المستقبل؟ تفضل أستاذ. هل الدراسة صعبة؟ وما مدى إمكانية الحصول على عمل في المستقبل؟ تكون نقول لك شكون سألتنا هذا السؤال؟ الدراسة ليست صعبة. بوشيحة دنيا، بوشيحة دنيا، دراسة دنيا، دراسة في المدرسة العليا ليست صعبة، هي دراسة يعني تكون في متناول الطلبة. لماذا هي ليست صعبة؟ أولا لأنه مستوى الطلبة اللي يلتحقوا بالمدرسة هم طلبة ما شاء الله يعني اللي عندهم معدلات مرتفعة. يعني الطالب اللي يتحصل على مثلا على سبيل المثال السنة الماضية كان معدل أدنى القبول هو 15.80، يعني كل الطلبة اللي في المدرسة معدل تاعهم أكبر من 15.80. وش يعني هذا؟ يعني أنهم هم طلبة ذو مستوى ما شاء الله، ذو مستوى يعني يسمح لهم أنهم يتلقوا التكوين في المدرسة العليا للتجارة بسهولة. لكن وش هو السر النجاح في المدرسة العليا للتجارة؟ أنه الطالب لابد أنه يكون مجتهد منضبط، يكون أجور، بمعنى أنه الطالب ما يخليش دروس تتراكم عليه، يكون الطالب دائما حاضر في المحاضرات والعمل التوجيهي الموجهة. يعني الطالب إذا
يعني يستمر بنفس المجهود اللي كان فيه في البكالوريا، يعني اكيد انا متاكد انه حيكون ناجح ويكون متفوق. يعني يعني الدراسه ليست صعبه، هي في متناول الطلبه لانه عندهم مستوى عالي يسمح لهم في تلقي التكوين بشكل يعني عادي. اما فيما يخص التوظيف بعد التكوين، المدرسه ما تضمنش مناصب شغل، لانها المدرسه تضمن تكوين يسمح ويعطي للطلبة يعطي لهم يعني فرصة أنهم يتحصلوا على منصب شغل بسهولة في سوق العمل، بمعنى أن التكوين وجودة التكوين والتخصصات الموجودة على مستوى المدرسة تعطي للطالب الأفضلية أنه يكون ناجح في مسابقة التوظيف وأنه يكون مطلوب في سوق العمل نظرا للسمعة الجيدة للمدرسة. وذكرنا على منذ قليل أنه أغلب خريجي المدرسة العليا للتجارة متواجدين على رأس المؤسسات العمومية والخاصة، حتى المؤسسة الأجنبية في الوزارات وفي البنوك، في قطاع البنوك مثلا. يعني أغلبية خريجي المدرسة هم يعني يشغلون حاليا مناصب مهمة وفي مراكز القرار. يعني هذا الأمر يعود لنوعية التكوين و نوعية التكوين وجودة التكوين في المدرسة، هذا هو ما تضمنه المدرسة. في السنوات الأخيرة تقريبا يعني كل سنة هناك عروض عمل تأتينا من مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة. يعني قبل ما ينهي الطالب، قبل ما ينتهي مرحلة التكوين، يكون للطالب عنده عروض عمل في مؤسسات مختلفة، ولكن أكيد الأولوية تكون دائماً للطلبة الأوائل. يعني الطلبة اللي يكونوا الأوائل على الدفعات يعني في أغلب الحالات يكون عندهم فرص توظيف وعمل قبل نهاية التكوين، يعني قبل نهاية 5 سنوات. بالإضافة إلى أنه في المدرسة العليا للتجارة هناك فرصة، يعني هناك تربص يجرى في السنة الثانية ماستر، هناك تربص يجرى في السنة الثالثة لإعداد مذكرة التخرج. يعني أغلبية الطلبة خلال مرحلة التربص يكون عندهم فرصة أنهم يتحصلوا على منصب شغل، لأن المؤسسة خلال فترة التربص تلاحظ يعني نوعية التكوين على المدرسة، تلاحظ الكفاءات اللي يتمكن منها الطالب، يعني حتعطي له فرصة أنه يتوظف في المؤسسة اللي يقوم فيها ب يعني مرحلة التربص لإعداد مذكرة التخرج. هذا هو ما فيما يخص التوظيف وفرص العمل بعد التكوين. نشكر نائب المدير متواجد معنا حاليا محمد عدمان، دكتور محمد عدمان، هيقوم بنشر معدلات القبول الدنيا في المدارس العليا. هذا على سبيل المثال، المدرسة دائما هي الأولى منذ نشأة هذه المدارس، المدرسة العليا للتجارة دائما هي الأولى من ناحية المعدل، وهذا بسبب الطلب المرتفع عليها نظرا للسمعة وتاريخ المؤسسة، تاريخ المدرسة اللي قلنا عندها أكثر من 120 سنة من وجود في هذا الميدان التكوين. هاوليك يتم نشر الآن مباشرة، يمكنكم الاطلاع على المعدلات ونشوف أن المعدل القبول الأدنى السنة الماضية كان 15.80، والمدرسة العليا دائما في الريادة. مشكور محمد على هذا النشر. شكرا استاذ عزاوي. كان الاستاذ كان الطالب ايوب يحيوي تريبيا فوالا يحيوي كان قال ممكن تشرحوا لي فرص العمل من فضلكم، وكان الاستاذ خالد عزاوي في الان على المباشر كان يشرح. نتمنى انك فهمت يا ايوب، واذا كان عندك سؤال تفضل يا ايوب. كان الاستاذ عزاوي للحين وانت تطرح السؤال هو كان على المباشر يشرح. وأنا ذكرت منذ قليل الأستاذة، قلت لهم باللي حتى حاليا في مسابقة توظيف في المؤسسات، هناك مسابقة توظيف تنظمها المؤسسات. ذكرت على سبيل المثال معهد تمويل تنمية المغرب العربي، معهد الجباية والضرائب القليعة، مدرسة العليا للصيرفة، هذه السنة فتحوا لثانيك المدرسة الإدارة. يعني مدرسة الإدارة هذه السنة الأولى اللي فتحت، مازال ما بانوش النتائج، لكن في المدارس الأخرى اللي ذكرتها مثلا المدرسة العليا للصيرفة، مدرسة الضرائب والجباية، معهد تمويل تنمية المغرب العربي، يعني
أغلبية ساحقة للناجحين في المسابقات هم خريجي المدرسة، وهذا ما يعكس نوعية التكوين اللي تعطي للطالب فرصة أنه يتحصل على منصب العمل مقارنة بخريجي الجامعات والمدارس الأخرى. هذا هو الميزة التنافسية لطالب خريج المدرسة العليا للتجارة، يعني يكون قادر أنه يتحصل على منصب شغل سواء في المقابلات سواء في مسابقة التوظيف الوطنية التي تنظم حاليا. شكرا للاستاذ عزاوي. الاستاذ عدنان محمد يقول ربما عنده مشكل تقني، قال لا استطيع المشاركه بالصوت معكم للاسف. شكرا لك، شكرا لتواجدك. ايوب يقول فهمت، شكرا يا استاذ عزاوي، ويقول فهمت للاجابه على التساؤل. نكمل الاسئله استاذ عزاوي. تفضلي يا أستاذة، تفضلي. إذا ربما نقول السماوات، كان هل الدراسة صعبة؟ جاوب هذا هو، هذه هي الميزة اللي الموجودة في المدرسة. فوالا. شمس الدين، إن شاء الله نكون جاوبناك. أنا متحصلة على شهادة البكالوريا سنة 21، شو 13 95، هل يتم قبولي فيها؟ هذه شيماء، يا شيماء، لا لا، هذا شمس الدين. شمس الدين، نعم يا شمس الدين، طبعا إذا كان أنت 13 95 وبكالوريا نقطة الرياضة تعتبر 12، يمكن كذلك طبعا المشاركة، ويبقى تحديد أدنى المعدل بعد تقديم جميع الطلبات. إن ما شاء هو الله. معدل القبول في المدرسة؟ هذه شيماء سألتنا هذا السؤال، لأنه السؤال متكرر كثيرا. طبعا إن شاء الله تكوني سمعتينا يا عيساوي، إذا ما سمعتيناش ممكن تعودي للتسجيل راح يبثوه فيما بعد. هل يمكنني الالتحاق بالمدرسة مالكة؟ إن شاء الله يا مالكة، إذا كانت وفرت فيك الشروط تمنوا ذلك. محمد الياس، بكالوريوس، كومون سا سي ديرول لي زيتود ا ليكول دو كوميرس؟ Quelle est la filière bac prioritaire pour accéder à l'école? Combien d'années d'études? Y a-t-il un concours lors du déroulement de l'année universitaire? Donc, toutes ces questions, normalement, on a répondu, mais quand même, on va répondre, bien sûr. Alors, je connais Adam Mohamed Lies, qui fait? Mohamed Lies, Charan. Mohamed Lies, baccalauréat, Ouloum Tajribiya, les 22. دوك الدروس في المدرسة العليا للتجارة تتم وفق طورين، طور تحضيري وطور الماستر. طور التحضيري يتم في سنتين، ثم بعد النجاح في السنتين والترتيب ضمن 70% الأوائل سوف يتم تسجيل المباشر في طور الماستر اللي يكون في 3 سنوات. بالنسبة للمرتبين في 30% المتبقية سوف يخضعون لامتحان للدخول إلى المدرسة. دوك 3 سنوات، ثم بعد اجتياز هذا الامتحان هناك التكوين في شهادة الماستر لمدة 3 سنوات، سنة جذع مشترك وسنتين تخصص للحصول في النهاية على شهادة الماستر. ثم بعد شهادة الماستر طبعا يمكن للطالب أيضا أو للمتخرج المتحصل على شهادة الماستر المشاركة في المسابقات الالتحاق بالدكتوراه، أو مباشرة يمكن المشاركة في عدة مسابقات تنظمها معاهد أخرى، أو المشاركة مباشرة في سوق العمل. Quelle est la filière bac prioritaire pour accéder à l'école? Il n'y a pas de filière de bac prioritaire. حنا نقبل شعب بكالوريا تسيير واختصاص علوم تجريبية رياضيات ورياضيات تقنية، هذه هي الشعب التي نقبلها بالمدرسة العليا للتجارة. هناك الالتحاق بالمدرسة العليا للتجارة يكون شرطه للمشاركة في الاختيار لازم 12 معدل بكالوريا 12 ونقطة رياضيات أكبر يساوي 12. يتم ترتيب الطلبة بعد ذلك على أساس المعدل في البكالوريا. كومبيان داني ديتود؟ جاوبت عليها. ياتي لان كونكور؟ جاوبت عليه أيضا. أستاذ عزاوي دوك نطرح لك سؤال أنت يا جاوب عليها اللي راهو جاي. نعم.
نظن بالك تكونوا جاوبتوا عليهم الأسئلة في السابق هي اغلبها مكررة بس مكررة ربما اي فوالا دونك جو بونس كو هذه خاطر انا شفت سؤال كنا شفناه المرة الماضية، ما هو معدل القبول في المدرسة العليا للتجارة حتى تتطلب الدراسة في المدرسة لإتقان اللغة الفرنسية، كم أيام دراسة بالأسبوع؟ هذا كنا جاوبنا عليه المرة الماضية. دونك هنا نكون عندي جميع الأسئلة، قلت لك مقبلات يا أستاذ عزاوي نكملوا لأنه بقى لنا اونفيرون 20 ميم با 20 مينوت، إذا حبيت نكملوا بتقديم للمدرسة موجز ولا كيفاش نديروا؟ معلش استاذه معلش اذا ما كاش اسئله نديروا التقديم نظن المدرسي. هادو هما الاسئله اللي موجوده عندي الصف، اذا انت عندك اسئله في لاباج فيسبوك شوف اذا كان في لا الاسئله هي الاسئله كلها نفسها، يعني عاد سنوات الدراسه قلنا 5 سنوات، يسال المسابقه قلنا هذه العام ما كاش المسابقه ابتداء من هذه السنه لا يوجد مسابقه، التخصصات ذكرناهم، التوظيف تحدثنا عليه باسهاب، يعني هذه هي معظم معدل القبول لا يمكن التحدث عنه الآن لأنه يحدد لاحقا يوم 2 أوت. أستاذة سمعتك أعطيت التاريخ. والله 2 اوت او 3 اوت داكور هذا هو نفس الأسئلة اللي يعني تكرر. على كل على الطلبة يمكنهم الاطلاع على التسجيلات التي يتم نشرها منذ اليوم الأول، يعني اليوم رانا في اليوم الرابع واليوم الأخير عن بعد، يعني يمكن للطلبة على صفحة فيسبوك فتح التسجيلات والاستماع إلى الأسئلة والإجابة، لأنه تقريبا نفس الأسئلة ونفس الأجوبة اللي تم تقديمها خلال هذه المرحلة من الأبواب المفتوحة. شكرا أستاذ. نظن ربما أستاذ كاين شيء ما تكلمناش عليه إلا إمكانية إنشاء مؤسسة. في إطار المقاولاتية نعم، معناتها حتى في خارج إطار المقاولاتية، معناتها المتخرج من المدرسة بإمكانه مباشرة بعد تخرجه يمكن له، يعني عنده من التكوين ما يسمح له بإنشاء مؤسسته الخاصة، خاصة بعد بالتسهيلات التي تقدمها الدولة الجزائرية، لأنه الآن pour avoir un registre de commerce نظن مانيش حابة نعطي معلومات مغلوطة، ولكن في فترة وجيزة جدا يمكن الحصول على سجل تجاري، والطالب المتخرج من المدرسة لديه من التكوين ما يسمح له بذلك. وكما ذكرت أستاذ الزاوي لحبيت حب أستاذ الزاوي أشار المقاولاتية، لأنه أن واحد المقياس في السنة الخامسة السنة الأخيرة من التكوين يدخل في تكوين الطالب اللي يسمى مقاولاتية، وين فيه يتلقى مراحل إنشاء مؤسسة، لا مراحل وكذلك كذلك تم إنشاء على مستوى المدرسة أستاذ، هذا المقياس تحية تم إنشاء دار مقاولاتية، هذه دار بارك الله مقاولاتية فيك. راهي مسؤول عليها الأستاذ الزميل معنا محمد بارودي. هذه الدار المقاولاتية المهمة تاعها هي مرافقة الطلبة في إنشاء وتجسيد مشاريعهم، يعني زرع روح المقاولاتية والمرافقة في إنشاء مشروع الطالب، يعني بالعكس يعني الطالب كي تكون عنده الفكرة وعنده التكوين اللازم، هناك كذلك المرافقة على مستوى المدارس على مستوى المدرسة العليا للتجارة، هناك دار مقاولاتية تسمح يعني للطالب ترافقه، يعني تعطي له التوجيه، تعطي له المرافقة المساعدة التقنية، المساعدة عن طريق توجيه النصائح باش يجسد المشروع ويدخل به في سوق العمل في بيئة الأعمال الجزائرية. شكرا جزيلا أستاذ على هذه، معناتها يمكن للطالب التفكير في إنشاء مؤسسته أثناء التكوين في حد الدراسة ذاته. التكوين ويمكن يتحصل ويستفيد من المرافقة التي تقترحها وتعرضها الدار المقاولة للمدرسة العليا للتجارة، يعني مهمة كثير المرافقة هذا. لتجسيد المشروع على أرض الواقع. شكرا أستاذ. هناك نقطة تفضل. أخرى عندك معلومات عليها المتعلقة بالحياة الطلابية، كل ما يتعلق بالجمعيات والنشاطات الثقافية والرياضية على مستوى المدرسة. على مستوى المدرسة هناك العديد من الجمعيات، هناك جمعية أبي يوسف، هناك جمعية إيليت، هناك جمعيات أخرى
لا 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 مانيش متذكر الاسم، لكن هناك حياة طلابية يعني مهمة جدا في المدرسة. طلبة يتفاعلوا ويديروا تنشيط، أنشطة ثقافية، أيام دراسية، يعني الطلبة تاعنا متواجدين دائما، عندهم الإمكانيات وعندهم الفرصة أنهم يمارسوا الحياة الطلابية بشكل عادي على مستوى المدرسة. ينظموا أنشطة ثقافية، أنشطة علمية، يستضيفوا دونك دي زانفيتي دونك من الخارج في عدة مجالات ونشاطات، وعندهم حتى كذلك أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، يعني مسابقات. هناك فريق، كان هناك فريق كرة القدم خاص يعني باسم المدرسة، هناك فريق تاع كرة اليد، ممكن كرة السلة، هناك الرياضات الفردية، دونك كاين هناك أنشطة موجودة يعني على مستوى المدرسة العليا للتجارة. دايوغ الطابق الثالث أستاذة راه مخصص للطلبة حتى يقوموا بهذه الأنشطة. نعم وفي العام فيما يخص عدد ساعات الدراسة والأيام الدراسية في الأسبوع، أستاذ أنا نظن أنه معدل عدد ساعات هو يدور حوالي 22 ساعة في الأسبوع. في المعدل، نتحدث عن المعدل أستاذة. فيما يخص عدد الأيام، كان الطلبة منحنا لهم نصف يوم القيام بالأنشطة هذا، يوم الثلاثاء مساء، وبقية الأيام وفقا لجدول التوزيع، وفقا لجدول يعني التوقيت لكل فوج. يعني الأيام الدراسية هي من الحد الخامس، من الحد الخامس كان يكون عندهم يوم كامل، كان يكون عندهم نصف يوم. هذه هي دونك الأيام ولكن الدراسية. فوالا، ولكن للجميع عندهم ثلاثاء مساء، للجميع هو جميل. يوم بدون دراسة. بون، هو الثلاثاء يعني الثلاثاء يعني في حصتين او ثلاثه، والباقي يكون غير مخصص للدراسه، الله يخليك. حتى يمكن للطلبه المشاركه في الانشطه الثقافيه. يعني يقدر ينخرط في الجمعيات، يقدر ينخرط في الانشطه الثقافيه، يشارك في المسابقات، يشارك في الرياضه. وهذا العام الجديد في المدرسه هو المركز المكثف لتعليم اللغات، يعني في الوقت فراغ الطلبة يمكن يستفاد الطالب، يسجل ويتعلم اللغات المقترحة من طرف هذا المركز. فرصة ثمينة إن شاء الله يا ربي تكون متاحة للجميع إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب، إن شاء إن الله. شاء الله أستاذ عزاوي، نظن أننا أنهينا. أظن أنه أنهينا وأجبنا على كل الأسئلة بالقدر المستطاع. الطلبة يطلعوا على التسجيلات وحين يصيبوا كل الأسئلة مع الأجوبة، مع عرض مفصل عن المدرسة وتخصصاتها وميزاتها. أظن أستاذة نكتفي بهذا القدر من الشرح، إذا ما كاش أسئلة أخرى. متفقة معك تماما، بارك الله فيك أستاذ. سعيدة يعطيك لتواجدي معك اليوم، وسعيدة لتواجدي استضافة بعض تلامذتنا، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله نتمنى التوفيق للطلبة، ونحن في المدرسة العليا للتجارة موجودون، نرحب بكل الطلبة ونتمنى لهم التوفيق، ونبارك لهم مرة أخرى على النجاح في شهادة البكالوريا. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. أيضا نعيد مرة أخرى أنه باب أبواب المفتوحة للمدرسة العليا للتجارة حتى وإن تنتهي اليوم تظل مفتوحة عبر صفحتها في الفيسبوك. أي تساؤل ممكن تقدمونه، نحن في الاستماع. شكرا للجميع، نستودعكم الله، ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا السلام أستاذ عليكم ورحمة الله. محمد. نعم أستاذ سامير. العفو، شكرا لك سامير. طبعا نشكر سامير كثير كثير كثير، لأنه أي نجاح الأيام المفتوحة مبني على سامير. ربي يبارك فيك. العفو. شكرا سامير. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سي. شكون أهلا سي؟ يا سي، تفضلي. حبيت نسجل. ألو، أنا ديت الباك هذا العام وحبيت نسجل في عليكم. مبروك عليك يا سينيا. ريان، ريان. ريان، مبروك عليك يا ريان. الله يسلمك. حبيتي تسجلي بالمدرسة؟ شحال عندك معدل ريان؟ عندي 16.32. ما شاء الله. ورياضيات؟ رياضيات 14. ما شاء الله. إذا احنا ننتظرك إن شاء الله في المدرسة على النتيجة باش تكون بين طلبة المدرسة. إن شاء الله. سما دوكا كي نسجل التسجيل الأولي في بار انترنت ومن بعد حتى في 20 أوت باش نلتحق بالمدرسة هيك هكا تسجيل. حتى انا شوفي برنامج الوزاره دونك هما يفيشيكم النتائج النهائيه التوجيه النهائي ويعطيكم مرحله التسجيل عبر الخط ثم كاين التسجيل على مستوى المدرسه والتجاره دونك كاينه برنامج تاع الوزاره نخدموا عليها تبعوها صح كي درنا السلسله هذيك تاع الرغبات نحط المدرسه العليا للتجاره هي الاولى الشوا الاول هكا اذا حبيت طبعا في المدرسه هي الاولى والقبول يكون 100% 100% يعني ان شاء الله نتمنى ذلك باذن الله. عندك معدل قلت لي 16. شحال؟ 16.32 شعبة تسيير اقتصاد. ان شاء الله باذن الله بنسبه 99% تكوني من بين المقبولين. ان شاء الله. السنه الماضيه كان 15.80 يعني طالب اللي عنده 16 ان شاء الله عنده حظ كبير انه يكون مقبول في المدرسه او التجاره. ان شاء الله. ثم تشوفوا المعدل تاع المات هكا النقطة تاع معدل البكالوريا. معدل البكالوريا اوكي شفتك سقسيتني على المعدل تاع الباك. لازم المات لازم تكون اكثر من 12. اي اوكي انا داي 14 وفي الكونتابيليتي داي 20. ايه يبقى انه عندك في المات اكثر من 12 معدل البكالوريا 16 دونك ان شاء الله باذن الله عندك حظوظ كبيره انك تكوني مقبوله على مستوى المدرسه والتجاره. ان شاء الله يا ربي ربي يحفظكم. آمين ويحفظك أنت يا ريان. إن شاء الله نشوفك معنا إن شاء الله المقبل. إن شاء الله يا ريان. إن شاء الله. مع السلامة. صحيح ربي يحفظك. مع السلامة. أنا ننهي الحصة اليوم أو الأبواب المفتوحة اليوم على صوت ريان. الله جميع تلامذتنا وطلبتنا إن شاء الله يا ربي. آمين يا ربي. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام في أمان. السلام. شكرا سامير في أمان.